Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ntouma ou lidatkom ou la famille ta'kom. Nchkarkom bzaf al taliqat zina li allaqtouhom li. Ou tlabtou menni bzaf hwayj, inshallah ndirhom lkom fil mustaqbel. Ou ala barakatillah, l'youm jibtelkom wahda lwasfa, masha Allah, wasfa hayla ou bnina ou qdima ta'amatna ou ta'jdoudna. Allah ybarak. أيا قولوا لي الشاطرة فيكم تعرفني وش راح نطيب اليوم. عندي هنا بوم دو تير مقطعه رقيقه، عندي جلبانه، عندي الفول، وعندنا زروديه مقطعه رقيقه. عندنا هذه الكسكسي، هذه اللي الشاطرة فيكم تقول لي وش رايح نطيب. أيا واللي حابه تعرف اش راح نطيب تكمل معايا حتى لا فان دو لا فيديو وتعرف كل الاسرار تاع هذه الوصفه هذه اللي راح نطيبها لكم اليوم بحول الله. هاي بسم الله الرحمن الرحيم، نبداو على بركه الله. حطينا هنا الكسكسي تاعنا، نحطوا لها في الكسكاس نحطوا زروديه هي الاولى، نزيدوا لها الفول انا شريته سير جولي، لا غالب ما كانش لو فري. نزيدوا لها الجلبانه والبطاطا، نحطوا لها شويه تاع الملح، الملح الخضره تاعنا باش ما تجيناش باسله وصامطه. فوالا كوم سا نحركوها هكا شويه، نغطو عليها ونخلوها تفور، نخليو حتى تطيب الخضره تاعنا ونرجعو لها من بعد. هنا انا عندي الكسكس تاعي، درتلو شويه زيت زيتون وشمختو بشويه تاع الماء، اليوم غسلتوش اليوم غير شمختو. شوفوا ديجا راه نشرب هذاك الماء كامل، دوكا لازمني نزيد له شويه تاع الماء. بسم الله زيد نشمخو مليح، نزيد نحطو له شويه تاع الملح يجينا بنين هكا، ونحركو ونخليوه ينشف حتى نفورو الخضرة تاعنا، طيب الخضرة ومن بعد نعاودو نفورو الكسكس تاعنا. مازال ما عرفتوش واش راح نطيب، ما رايحاش نطيب الكسكس. هيا الشاطرات، هيا اللي مالفين يديرو، هيا الشاطرات الجزائريات اللي يعرفوا هذه الوجبه، وسيرتو القبيليات. باه نجيو نطلو على الخضره تاعنا، راغادي راهي طايبه، البطاطا طايبه، الفول الزروديه كامل طايبين. تاعي نجيبو ان باسوار ونحطوهم هنا اكوتي يقطرو، ونروحو نفورو الكسكس تاعنا، نسويو الكسكس تاعنا مليح ونشفوه ونبداو نفورو الكسكس. كيما نجيب الكسكس تاعنا نلقاوه ينشف ساعي، كيما هاكا وقعت كل حبة وحدها، نحطها في الكسكسي في الكسكاس تاعنا ونحطها في الفرن. هلا هنا نغطو خلوه يفور،
On a déjà l'eau, bah, نجيبو الكسكس تاعنا هنا راه مفار نحطوه هنا في القطعة انا هنا راح نفورو فوا فوا مش كيما الكسكس العادي تاع لاصوص باسكو الكسكس هذا ما رايحش نديرو له لاصوص فهمتوا دوكا اش رايح نطيب انا قلت لكم صاي فقتو بيا صاي طبعا نزيدو له شوية تاع الماء شي بزاف هكا نخليوه يتشرب نحركو نخليوه يتشرب ومن بعد نعاودو نردو في الكسكاس ونزيدو نعاودو نفوروه دوزيام فوا فوالا هنا نعاودو نحطو في الكسكاس تاعنا بسم الله نحطوه يفور هنا راه الكسكس تاعنا راه فاق لا دوزيام فوا هنا نشوفوه اذا كان ناقص ماء نزيدو له شويه ماء اذا كان راه طري نزيدو نعاودو برك نفوروه بلا ما نزيدو له الماء او شويه سخون انا ما نقدرش نتوشيه دركا فوالا انا الكسكس تاعي ما باغيش الماء سايي سي بون لي اسيدو لا نزيد نحلو برك شويه ونعاود نفورو لا ثوازيام فوا اي فوالا با هنا نشوفو الكسكس تاعنا راهو فاق بوغ لا ثوازيام فوا هنا نتوشيو كيما هكا نشوفو اذا كان عاد مازالو شويه يحب الماء نحطه في القصعه تاعنا ونديروا له نزيدوا له الماء ونعاودوا نفوروا كاتريام فوا انا الكسكس تاعي راهو صافا ما يحتاجش تفويره كاتريام هنا نجي نحط له دي ترونش تاع الزبده هكا نخلق ونطفي عليه نحطه في القصعه تاعي ونحط له لي ليغوم فوالا نروحو كيف كيف نجيبو الكسكس تاعنا هكا ونحطوه هنا راهو طري ما شاء الله والريحة تاعو تضرب من بعيد هنا نجيبو الخضرة تاعنا ونحطوها عليه فوالا هنا عرفت واش راح نطيب لكم نخلط كامل الكسكس تاعي مع الخضرة ومع الزبدة خمسة أما هنا حبيت نزيد له شوية زيت زيتون جو لادور افيك زيت زيتون فوالا كمسا يجينا طري نخلطه كامل ومن بعد نقدموه بالا هنا المسوف تاعنا راه وجد السوف تاع الخضره regardez comment il est beau il est magnifique تحبوا تاكلوه par exemple avec du lbn avec du raisin تحبوا تزيدوا له شويه زيت زيتون تحبوا ديروا غير بالزبده اللي ما يحبش زيت زيتون يديروا غير بالزبده واللي عاد يدير خايف من خايف يسمع يديروا بزيت الزيتون فرانشمون سي ان روبا كومبلي روبا صحيه وانا كنت ناكلها من كنت صغيره كانت ديرها لنا اما الله يذكرها على خير ودائما لو دار هذيك تاعها في فينيفي فرانشمون سي مانيفيك اليوم جات على بالي درتها معكم ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه تبعوا الخطوات وجربوها راح تعجبكم وتعجب ولادكم وسي تسمى كيما الطابولي اللي راهو يتباع هنا في فرنسا مي هي ابن والذ من الطابولي تاعهم هذا فرانشمون سي مانيفيك
هنا وصلنا لنهاية الوصفة، إن شاء الله تعجبكم، جربوها، رجعوا لي الخبر في لي كومنتير، ونخليكم على خير ونقولكم باي باي إلى وصفة أخرى. أوه، سلام عليكم.